يبدو ما راح تفهمي بالذوق. سامع اللي عم يصير برا؟ سامع. ليش لساتك قاعد بمطرحك؟ قوم يا ابني، قوم خلص الحرم من الخنازير، الله يغضب عليهم. قوم، ما حدا بيستاهل هيك عمل بروحية. برضاي عليك يا ابني، عمرك ما خالفت الأمر. قوم قوم خلص المرة من مصيبتها. رح موت، رح موت بحسرة انه ما بقى فيه بهالضيعة نخ ولا ناموس. قوم يا شاكر، قوم وخليك بنظري دائما رجال. قوم. اتركوا المرة بحال سبيلة، انا بعطيكم بدل الكيس. وانت يا حيوان، شو دخلك وشو حشرك بالموضوع؟ تعا تعا وعود مع باقي الحيوانات اللي مثل حكايتك بيكون احسن لك. بس هذا اللي عم تعملوه عيب، لازم يكون عندكم شوي شرف تمنعكم من ضرب حرمة قاصرة. هلا انت بدك تعلمنا على الشرف والعيب يا كلب؟ انت بعتت ابنك على الموت يا ابو شاكر، بتعرف العسكر ما رح يرحمه إذا وقع بين إيديهن. هو ما رح يقبل ينهان، وهن ما رح يسمحوا لصوت يرتفع بوشهن. عظمة السلطان هيك معلمتهن، يهينوا الناس، يقهروهن، يقتلوهن مشان تبقى هيبة السلطان. يموت يموت يموت، أهون علي ما شوفه عاجز وكسيح مثلي، مو قادر ينجد ملهوف ويحمي مرة. عامل الرجال يا كلب، شاطوه.
جبنا واحد جديد سيدي. شو عامل؟ مقاوم العسكر وضاربهم. شوف شغلك. حاضر. شاكر ما غيره؟ جيت برجليك وما حدا جابك. كملوا شغلكم، شيلوا لحمه عن عظمه، بس تخلصوا دكوه بالزنزانة. اللي معه شغل تاني. حشاد الذكرى هالساجين ما كانوا أبضاي لهلا ما قال أخ. ديروا بالكم شبابها، هلا كل غلطة بكفرة، عيونهم محمرة علينا وناطرين حي الله واحد على غلطة. شو بدهم يعملوا فينا أكتر من اللي عم بيعملوه؟ ناس أندال وظلام. الله يخليك عفيف، بلا عنتريات وكلام فاضي. أنت بكرة بنتيسر على سجن المحكومين، الله يخفف عنك. فلا تلعب بعقول الشباب ليندموا بعدين. أنا مو قصدي يلعب بعقل حدا، أنا عمول اللي براسي. هدول أندال، لو ما كانوا أندال ما بيضربوا بني آدم كل هالضرب. فوت فوت فوت، لعنكن كلاب. قتلتوا يا كلاب وجايين تنحشوا هون؟ خراس وضب لسانك أحسن ما يصير فيك مثله أكتر. خليني أشوفك بكرة بالتنفس. كبر حكي هلأ على كيفك، بس بكرة انتظر وشوف. إيه ما بكون ابن أمي وأبي إذا ما بودعك بقتلة تكون أخت الموت يا كلب. شباب لا تخافوا، ليكو عم يتنفس. ما مات ما مات. خير خير خير. شو شو خلوه يرتاح شباب، بعده عنده شوي خليه يتنفس. احترامي سعادة القائم مقام. اهلا مشير افندي، تفضل عود. شو اخر التحريات عندك بخصوص جريمة قتل فوزي ابن برهان بيك؟ الحقيقة يا صاحب العزة انا محرج من حضرتك وما بعرف شو بدي اقولك. انا سبق قلت لك يا بشير افندي، اذا هالموضوع ما انتهى باسرع وقت راح تترتب عليه اشياء خطيرة كثير. انا الدرج مكتبي صار مليان برقيات من المتصرف والوالي ناظر الداخلية، وكلها عم تسأل الطالب بإلقاء القبض على الجاني ونزال أقصى العقوبات فيه. تعرف برهان بيك والد القتيل له معارف كتير بالباب العالي وما رح يسكت على قتل ابنه. بعدين إذا ما نعرف معنى القاتل وقدرنا نمسكه، هذا رح يعطي فكرة عن فلتان الأمن القائم مقامية ورح يتهمنا رؤسائنا بالتقصير. الحقيقة يا صاحب العزة أنا ورجالي الضبطية ما قصرنا بشيء أبداً، بالعكس عم نحقق ونتحرى ليل نهار. بس الموضوع يعني ما في كلمة بس بشغلنا بشير أفندي.
انت بتعرف مثلي تماما ان السلطات العليا ما بتفهم هالكلمه، بتفهم شيء واحد بس، طالما في قتيل لازم يكون في قاتل، وعلى سلطات الامن تحط ايدها عليه. هذا اللي اجيت احكي فيه مع حضرتك لو تسمح لي. معناتها في شيء جديد بشير افندي، تفضل عود واحكي. الحقيقه يا صاحب العزه، اخر التحريات اللي قمنا فيها بتقول. كمل كمل بشير افندي، شو بتقول اخر التحريات؟ بتقول انه اخر شخص انشاف مع المغدور هو ابن حضرتك الله يسلمه. شو بتقصد بشير افندي؟ ابني وفوزي طول عمرهم كانوا اصدقاء وطبيعي يترافقوا. نعم يا صاحب العزه طبيعي يترافقوا، بس يومها سهروا مع بعض ببيت مشبوه، وقبل ما يطلعوا اتخانقوا وهجموا على بعض، قام ابن حضرتك الله يسلمه هدد المغدور بالقتل. كل هذا ما بيعني شيء، بس للأمانة والواجب الوظيفة فضلت حطك بالصورة الكاملة مشان نعرف كيف نفكر وكيف نتصرف. وبالنسبة للمعلومات اللي وصلتنا من ولا شاهدين شافوهن نحن قدرانين نخفيها، ويبقى الموضوع كله بالسر والكتمان، بس كان لازم خبرك فيها أول بأول، لأنه سعادتك بتعرف قديش معستك عندي، وأنا ما بنسى أفضالك الكبيرة علي، وأنه بحمايتك طلعت من زنقات كتير. شكرا بشير أفندي، وأنا بشكرك أكثر شيء لأنك صارحتني بالحقيقة، وأنا بحكم منصبي مطالب إني أوصل للقاتل الحقيقي حتى لو كان ابني، بس اللي بطلبه منك هلأ إنك تترك هالموضوع علي حتى أعرف الحقيقة على المظبوط، واليوم مساء خبرك وبقلك شو لازم نشتغل. مع السلامة بشير أفندي. احترامي سيدي. وصلت معك السفالة لهالحد يا كلب يا دوم؟ آخر شيء تقتل القتيل تفضحني قدام الناس، يطلع ابني قاتل، وقاتل مين؟ قاتل ابن أكبر وجيه بالمنطقة كلها. هانت عليك كرامتي هالحد؟ ما قدرت بجريمتك هاي رح تخلي 30 سنة من عمري بالجهد والعرق يضيعوا بيوم واحد؟ من سنين وأنا ساكت على زعرانتك وسفالتك، وآخر شيء تطعمني الطعنة الكبيرة. يا ريتك متت قبل ما تعمل الشيء، يا ريتني طلعت بجنازتك بدل جنازة القتيل، كان الأمر أهون علي. هو أول اللي بلش بقناب، هو اللي حاول يقتلني. يا ريت وقتلك، كنت قدرت إنساك، بس جريمتك هاي رح تضل تلاحقني طول العمر. لو حاولت إنساها الناس رح يذكروني فيها، وين بدي حط وشي بين الناس؟ كيف بدي واجه برهان بيك وابني قاتل ابنه؟ ما فكرت بكل شيء يا كلب؟ ما فكرت إنه بدي أصير مسخر على كل لسان؟ وين الخنجر اللي قتلته فيه؟ شلحته بالبستان. روح جيبه قبل ما يقيم عزاك هالدقيقة. يلا امشي معي يا حخير. لوين يا ابي؟ امشي. بحياتك كلها، وانا عند كلمتي، لانه انا عند كلمتي، وامي ما زنت فيني. بدي حرمك بالعمر كله تفتح تمك بوش ابن الدوله يا كلب. انا جبان، انا لا لك كلاب لحنا، لكان كلب مثل حكايتك يا كلب يا ابن الكلب. بيقول عنا لحنا كلاب، ما راح برفع عنك الكرباس حتى لو استشرت بالشياطين، ما راح ارفع عنك الاتل حتى تقول لي دخيلك يا سيدي. دخيلك ما بعيدها، دخيلك اعفي عني. قولها ولا قولها، قولها قولها. شحطوا لها الكلب، شحطوا. كل يوم على اهل معدل، مننام على التعذيب ومنفي على التعذيب. شو هالحالة؟ بس الصراحة عفيف هو اللي بيعمل بحاله هيك، بيحشر حاله بكل شيء وما بيخبي كلبة ببطنه. شو لاله من طول لسانه غير العذاب والبهدلة؟ لحشتك حكي بلا طعمي، بدل ما تقول الله يوقف معه جاي انت التاني عم ترميه بحجارك. لو سمعك عم تحكي هالحكي رح يكون اصعب عليه من ضرب الكرابيج اللي اكلها. الرجال نيراني وما بيحب الزايحه، لكان هذا عمل عم يعملوه فينا هالوحوش. لك شو ما بيقبل واحد فينا ولا نقطه دم لحتى يضل ساكت؟ دخيلكم لا تضلوا ساكتين، لك احكوا كل اللي بدكم اياه،
ان شاء الله بتنصفوا جنبه. انا شو فرق معي يعني؟ كلها موت وحدة. المراجل برا مو بالسجن، نحنا هون كلنا ولا شيء. قربت تموت ها، بس قبل ما تموت بشوي قل لي وانا سامعك، قل لي دخيلك يا سيدي ما بعيدها، دخيلك اعفي عني، الله فوق وانت تحت يا سيدي، قولها. ما بدك تقول اموت لكان موت. بقول وانا بوقف النار بس اسمعك عم بتقول. دخيلك يا سيدي. ما سمعت، علي صوتك كمان. سيدي هاي وقفت النار، سمعني لشوف. ايوه هات سمعني لشوف شو. كلبي يا خسيس، كنت بدي اشرب من دمك بس دمك نتهي يا كلب. فور فور عليك وعسلالتك النجسه. لك شوفي شو صاير. الكلب حرالي وشي يا سيدي. خذوه الحكيم مروا. عيوني وانت ولا ولك ما حلك بطل تلعب بدماتك. يخرب بيتك، ليش معند ما بطلع من هون الا ميت؟ بتعرف لو ما بدي يسأل عنك ما بطلعك من هون الا على القبر. يا سيدي يا سيدي انا ما عملت شيء، هو عمل كل شيء يا سيدي، هو عمل كل شيء. ما اجيت على بيت المحابيس؟ لسه ما وصلت حضرة الشاويش. بس تجي رحلو فيها. حاضر حضرة الشاويش. وهنيك في سجن المحكومين رح تلاقي حسابك منتظرك. ليش جايب لي اياه لهون؟ لتقتله بركان بيك، هذا حقك ولازم تاخده منه حتى ولو كان ابني. هذا الخنجر ينقتل فيه المرحوم ابنك، وهي القاتل قدامك، وانا مسامحك بدمه بركان بيك. عدل الله سبحانه وتعالى لازم يمشي على كل الناس. انسى انه نحن اصدقاء. عزك افندي خذ ابنك معك. بفهم انك عفيت عنه وما بدي اشوف وشه طول ما انا عايش فوق الدنيا. من يوم رح اسافر على اسطنبول، ما رح ادخل البلد مره ثانيه ابدا. في شيء ثاني يا عزة افندي. امور برهان بيك. قاتل ابني لازم يظهر قدام كل الناس، وما رح اسمح لحدا ينال من هيبتي، ولا رح اترك دم ابني يروح فطيس. اتصرف بمعرفتك يا عزة افندي، وانا رح ضل ساكت. اكلك شاكير، انت ما اكلت شيء. مالي جوعان بس جوبك. لازم تجبر حالك وتاكل، هون ما لك غير صحتك. المحبوس بيشوف كتير وبيسمع كتير، وإذا ما تحمل بيموت ألف موتة وموتة وما حدا بتطلع فيه. لا تفاول على الرجال، شغلته بسيطة، كلها كم يوم وبيفرجوا عنه. كل واحد يقعد بمحله، ما بدي يسمع صوت. ندفس ونام انت وياه، تضرب منك إلو. يا سيدي بيني وبينك أنا شفت إنه طلبوا هذا حقاني ومشهور، وساعدتك تعرف إنه برهان بيك له خصوم كتير بالبلد، يمكن يشمتوا فيه لأنه بكل جبروته وتفوزه بالدولة ماله قدران يعرف قاتل ابنه مين. بهيك حالة رح يضطر إذا الأفندي يقدم ابنه على المحاكمة، ورح تضيع فرحة المصالحة بين الطرفين، ورح تهتز سمعة أزهر الأفندي قدام الناس، ويمكن الدولة تعفيه من منصبه. وسعادتك بتعرف قديش أزهر الأفندي شهم وخدوم، وقديش بزماناته وقف معنا وطلعنا من ورطات كتير. نعم نعم هذا الكلام
واضح ومفهوم، بس بدي أعرف شو المقصود منه من الناحية العملية. يا سيدي طالما المطلوب إنه ينعرف القاتل مين، هون بيجي دورنا لنرضي برهان بيك ونوقف مع عزة أفندي بهيك موقف عصيب. كيف؟ فهمني بشير أفندي. أولاً سعادتك بتعرف إنه الناس من يوم الجريمة لحد اليوم وهي قايمة قاعدة وما رح يهدالها بال لحتى ينكمش المجرم وينال جزاء. مشان هيك أنا فكرت ووصلت للخطة التالية. نلاقي شخص مجرم نرزق فيه تهمة القتل ونخلص من الشغلة، وهيك منكون ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد. وأنا شو دوري بالموضوع؟ نحن رح نقدم لك إلى المحاكمة وسعادتك رح تفت بقضيته وتحكمه. الخطة لازم تمشي مزبوط سعادة القاضي. يعني المطلوب مني أحكم على رجل بريء بعرف إنه بريء وابعته لحبل المشنقة بسبب جريمة ما اقترفها؟ ما هي أول مرة ولا آخر مرة بتصير فيها هيك قصص يا سعادة القاضي. وحسب علمي إنه سيادتك حكمت على مجرم مثبوت عليه جريمة القتل بالبراءة وطلعته من الحبس، وكان قائم مقام على علم بهالشيء هذا وطنش مشان ما يتأثر ترفيعك بالعدلية. بس هون في روح بشرية بشير أفندي، وقتل ظلم يعد من أكبر الكبائر. أسيدي مو شرط تحكم عليه بالإعدام، حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل دفاعا عن النفس. بعدين أنا رح أقدم لك شخص ضليع بالإجرام، الناس رح تصدق عنه أي شيء ورح تحكم عليه وأنت ضميرك مرتاح. هلأ عزة أفندي على علم بهالشيء؟ الحقيقة هو أول شيء رفض الاقتراح وأصر أنه يقدم ابنه على المحاكمة، لأنه ما بتهمه مصلحته بقدر ما بيهمه أنه يرضي برهان بيك. بس أنا فرضت عليه الحل فرض وقلت له إذا ما بيعمل هيك رح نتأثر كلياتنا بالنتيجة. طيب وبرهان بيك بيعرف بالموضوع؟ برهان بيك أو حاله بهالشي وقال له تصرف من عندك، وهو ما له شروط أبدا. شو قلت سعادة القاضي؟ منبلش بتنفيذ الخطة؟ لأنه الوقت ما عم يمر لصالحنا بدون. معناتها حاول يكون ضبط التحقيق الأولي متماسك منيح وما يكون فيه ولا ثغرة مشان ما يرجعوا الحكم من محكمة التمييز منقول. ساعتها بنتبهدل كلنا كمان. من هالناحية ما يكون لك فكرة أبدا. بعدين ساعتك قلت لي إنه محكمة التمييز العليا بإسطنبول بتصادق على الأحكام اللي طالعة من هون على الأمياني. بس هالمرة بيجوز يقروا الأضبارة ويطالبون بدال الحكم بالمؤبد الحكم بالإعدام. بننفذه سعادة القاضي، بننفذه. بننفذ الخطة فورا سيدي، ولا تستغرب إذا قلت لك إني حاطت إيدي على الشخص اللي رح لبسه التهمة، لأني كنت حاسس من الأول إنه ما رح يكون قدامنا حل تاني غير هذا الحل. بتمنى يكون من المحابيس الموجودين عندنا هون ويكله ضلع بالإجرام. وهو من المحابيس سيدي، وكل صفات القاتل تنطبق عليه. سبق وحققت معه بالجريمة بخان الحجي وما عجبني وضعه. آخر شي عمله قاوم العسكر بضيعته وضربهم، ويوم الجريمة كان بالبلد. طيب وشهود؟ الشهود جاهزين سيدي، دائما في تحت إيدينا الشهود جاهزين يشهدوا باللي مطلوبوا منهم. بس لازم يكونوا مضمونين مشان ما يبدلوا أقوالهم بالمحكمة عند القاضي. في اثنين موقوفين تحت ذمة التحقيق بجريمة سرقة، من طالعهم منا مقابل يشهدوا باللي بدنا إياه. اسمعنا منيح يا شويش رمضان، أنت توكل على الله وبلش بشغلك، ولما تترتب الأمور معك للآخر جيب لي إياهم كليات واللي عندي على المكتب لهون وجيب التحقيق معك. حاضر حاضر حضرة اليوزباشي، انت بتأمر امر.
الحقيقة أنا وافقت لأنه ما كان قدامي حل تاني غير أني وافق. بعدين أنت بتعرف بشير أفندي رجل خبيث وداهية وممكن ينكش لنا وراءنا ويزعجنا. بعدين واضح بده يرضي عزة أفندي على حسابنا. لكن نحن كمان مسؤولين عن مصلحة الدولة ولازم نحافظ على هيبتها. صراحة يا سيدي أنا ماني مقتنع بهالعمل. ما بدي أحرجك وأقول لك إنه شرف الوظيفة بيمنعني من الاشتراك بخطة. بس أنا شخصياً حالف يمين إنه عمري ما ضر إنسان بمعرفتي. عدم مؤاخذة لساتني بداية الوظيفة، بخاف هيك تجرني الأمور للأسوأ. بس هيك يا صاحبي بتحطني بموقف حرج جداً جداً وتتخربط الأمور وبتتعقد، لأنك أنت المستنطق اللي بده يحقق بالموضوع وأنا بدي أحكم على أساس تحقيقك. في حل يا سيدي، إنك تعطيني إجازة مدة شهر روح شوف فيها أهلي، وبهالوقت بترتبوا الأمور بين بعضكم مثل ما اتفقتوا. وطبيعي حضرتك رح تكون مستنطق بالوكالة، فيك تاخد تحقيق الضابطية مثل ما هو. حل معقول، معقول كتير. خلي إجازتك تبدأ من بكرة لك. أمرك سيدي. فوت أنت وياه وطلعوا فيه منيح وتأكدوا. هو حضرة الشاويش؟ هو بذاته؟ نعم سيدي، هو بذات نفسه، نحن بنعرفه من وشه. كمان بنبهكم مرة تانية، هذا الكلام اللي عم تحكوه في مسؤولية كبيرة. ها رجعوا طلعوا فيه مرة تانية وتأكدوا. متأكدين حضرة الشاويش؟ متأكدين. شو شاكر؟ طلعت قتال قتلة بالأخير، وبس بتقاوم العسكر كمان بتقتل القتيل وبتخفي أثر الجريمة. شو بتقصد يا حضرة الشاويش؟ أنا ما قصدي شي، بس الشهود على ما يبدو عندهم شي وحابين يحكوا بحضورك. شو شباب؟ إذا عندكم شي مثل ما قلتولي سمعوه يا سمعوه. إيه حضرة الشاويش عنا، نحن بلا مؤاخذة ما كنا بنعرفه بالاسم، نعرفه بالشكل بس، لأنه ساعة اللي قتل فيها فوزي بيك ابن برهان بيك كنا حاضرين وشفناه. إيه سيدي شفناه، كنا سوا ببيت رهيفة حضرة الشاويش وشفناه لحقوا لفوزي بيك لبرا وبيده الخنجر. لما طلعنا شفناه ماسك السكين وعم يغرزها بصدره وبرقبته وما تركه لحتى خلص عليه. شو بتقول شاكر؟ الشباب شافوه بعيونهم. واصلا انا من لما شفتك اول مره بخان الحجي عرفت وراك سر. بتتذكر يا حضره الشاويش؟ هدول كذابين، عمرهم ما شافوني الا هون بالسجن، وعمري ما قتلت حدا. عم يتهموني زور. وليش عم يتهموك زور؟ في بينك وبينهم تار؟ لا حضرة الشاويش. في بينك وبينهم عداوة قديمة مثلا؟ لا. لكن ليش ليتهموك زور؟ ما بعرف، اسألهم. وانتو ليش ما قلتولي من اول يوم شفتوه فيه بالسجن انه هو قاتل فوزي بيك؟ يا سيدي بالاول ما انتبهنا له، قلنا بيخلق من الشبه 40، بس مبارح لما تأكدنا انه هو اجينا وخبرناك. اسمعت شاكر؟ الجماعة ما بدهم يظلموا حدا وما بدهم يشهدوا إلا بالحق، وهن متأكدين منه. عزيز أمور حضرة الشاويش. افتح الدفتر بدنا نفتح تحقيق. حاضر حضرة الشاويش. شاكر أنت متهم بجريمة قتل ومضطر تجاوب قدامي على كل سؤال بسألك عليه، وإلك الحق ترد على إفادات الشهود. بس دير بالك، ها إذا كذبت أو عندت على الكذب رح أنقب جلدك تنقيب ورميك بالزنزانة مثل الكلب. كتوب عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الاثنين المصادف 15 من شهر صفر تقدم إلينا نحن الباش شاويش رمضان عطية المخبران فؤاد الشاطي وعمر الزن وأفادا بما يلي.
وصلنا لمطعم غانم افندي. قدامنا ساعة ونص استراحة، يلي بده ياكل بده يستريح يشرف، وبعدها منكمل طريقنا بعون الله. شرفوا. اهلين اهلين ابو عبد الله. السلام عليكم غانم افندي. السلام ورحمه الله. وقتنا ضيق، شوف المسافرين شو بدهم ياكلوا بسرعه. شو قصتك يا ابو عبد الله وتضل مستعجل؟ خلينا نوصل قبل ما تعتم علينا العين. يلا يلا طعمينا من اكلاتك طيبين. يلا. كملي انت روحيه، انا رح ساعد غانم. هدول مسافرين الكروسه بضلوا مستعجلين، وغانم لحاله ما بكفي. اذا بتحبي بيجي بساعدك. اذا احتجت شي بناديلك. ابصوم على اقوالك شاكر، سبت التهمه عليك. أنا ما اعترفت والشهود ملفقين التهمة ضدي. صرت مكرر الحكي 100 مرة وما راح يفيدك. أنت قلت بذات نفسك إنه ما قالن عندك تار وما في بينك وبينهم عداوة. ليش ليتهموك زور؟ الجماعة قالوا اللي شافوه، يعني قالوا الحقيقة. وأنا سجلت اعترافك بالضبط وقلت على لسانك بإنك قتلته دفاعاً عن النفس. وهذا بخفف الحكم ضدك. بصوم على اعترافك مشان سكر الضبط. ابصم! ما رح ابصم! لاني ما اعترفت! ولاني ما قتلت حدا! لا تخليني استخدم القوة معك شاكر، سبق ونبهتك. خلي التحقيق يمضي على خير احسن لك. ابصم! شو ما عملت ما رح ابصم! لاني ما اعترفت ولاني ما قتلت حدا. انت كتبت بالضبط اللي بدك اياه. ما كتبت اللي انا قلته. انا ما قتلت حدا. ما قتلت حدا. ايه؟ شو عليه؟ بصمو! ما رح ابصم! ما رح ابصم! قلت لك بدك تبصم يعني بدك تبصم. من الاول حاسب حساب لعنادك، وبعرف ما رح يفيد معك غير القوة. بصمو! حطوها المنفردة.
مين انت وشو بدك؟ ولا كلمة ولا كلمة يا غانم. إذا كنت خايف على روحك ما بتحكي ولا كلمة ولا بتأتي بأي حركة. تسمعني وبس. أقول لك مين انت وشو بدك؟ ما دخلك منه أنا. اللي بدي إياه راح تعرفه بعد شوي. مفهوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منو هذا غاني؟ اسكت لي. لا ترفعي صوتك بهمسة واسمعي شو بدي لك انت وجوزك. يلي بطلبه منكم بدكم تنفذوه بالحرف الواحد ولا بقتلكم مش نقم بالحبل هي. هذا حرامي غاني جاي يقتلنا. شو بدك منا يا ابني؟ ولا كلمة. قوم نعتفك بنزل على الأرض. يلا على الأرض على ركبك ليك وانت يدعو ولا كلمة. باخذ المصاري بمشي والسلام يا دار ما دخلك شر. اما اذا خبيت علي وما قلت لي وينه رح بدركم انتو الجوز نكش البيت على اقل من مالي لحتى الاقيهم. شو بتختار يا غانم؟ ما بصير الا اللي بيرضي. خذ كل شيء جمعناه وملكناه بحياتنا واتركنا بحال سبيلنا وروح. روح الله معك ويهديك. وينه؟ بهذاك الصندوق بتلاقي كل شي جمعناه وملكناه بهالدنيا. خدن وأنا بسامحك. انت بتضحك علي يا غانم؟ هذا كل شي جمعته من المطعم؟ لك هذا بشهر واحد بتطلع قد منه المرتين. غلطان يا ابني. الله وكيلك هذا كل شيء بملكه. انا هو مشان اعيش وسهل على الناس السفر ويعيشوا. انا ما بدي شيء من هالدنيا غير الستره ومحبه الناس. خذ المصاري وخذ كل شيء بدك اياه من البيت والمطعم. مو لاني خايف تقتلنا، لا ابدا، لانك لو طلبت كل هالشيء مني من دون ما تسرقنا كنت بعطيك اياه. هلا لا تاخذني بالعواطف. اللي وين مخبي بيت مصريك؟ اسال مرتك وين مخبيتهم. انا بعمري ما لمست العمله، كيف بدي اخبيهم؟ صدقني يا ابني هي كل حيلتنا. ما في فائده. راح تعذبوني معكم، راح تخلوني اضطر اعمل اللي ما كنت بفكر اعمله. اذا بتهون عليك فتحيه بطل ساكت. أما إذا بيهمك أمرها ما بدك إياها تموت بتقلي وين مخبي المصاري مع خمس دقايق وبس. خلي فيك شوية رجولة وضمير وقتلني أنا بالأول. دخيلك لا، لا تروح حالك بخطيتنا دي عن شبابك يروح بجريمة. غانم بلشت ردد لك واحد. عنكن هالصبية الحلوة هي مخبينا عني ولا بتقدموها لناس وناس؟ خاص يا كلب، اوعك تقرب من البنتها. قلت لك خذ المصاري وكل شي بدك اياه من البيت والمطعم وقتلنا بس تترك البنت بحالها. معك حق، بنت بهالجمال تسوسح على الرجال وانا من هالرجال. تعالي يا حلوة، تعالي يا حلوة، تعالي. رمي يا روحية، روحية رمي.
باين عليه مجرم ومسراني، حط براسه يعتدي عليها. يا رب يموت قبل ما يصير هيك شيء. ساعديني، اعمل شيء غانم. ساعديني يا فتحية، ساعديني. وقف قرب لهون، قرب. اي بسك معك هيك سجل يا حضرة الكاتب، انت بتفهم اكثر من القاضي. راح اتهمك بجرم اخلاقي، راح اعمل لك جريسة بالبلد، راح دور فيك كل زقاقات البلد وعلق لك خيش على صدرك وخلي الكبير والصغير يتفرج عليك. عم تحكي كأنك عايش لحالك، كأنه ما في حدا تاني معك. طيب ما سألت حالك شو بده يصير فيني بروحي؟ ما بتقدر انه لازم تعيش مشاننا؟ ما بتعرف انه مالنا حدا بالدنيا غيرك؟ انا اسف، هيك قضية مو من اختصاصي. يعني بلا مؤاخذة، لعند أنه محامي تاني بتنصحني روح بدالك؟ بدك رأيه بصراحة، لا تروح لعند حدا ولا تعذب حالك. هاي القضية من اختصاص بشير أفندي وبس.